ترى ما هو شكل العين في وسط الكلمة؟ ما هو شكل العين في وسط الكلمة؟ من يأتي للسبورة ويبحث عن شكل العين في وسط الكلمة؟ شكون ما طلعش سبورة؟ طيب يلا غير طلعت في أول كلمة طلعت يلا في وسط الكلمة. ما هو شكل العين في وسط الكلمة؟ بسرعة ننتبه مصري ننتبه صبورة قيدوش يلا من يأتي لصبورة الآن يساعد زميلك يلا ساعد زميلك على إيجاد شكل العين في وسط الكلمة يلا العين في وسط الكلمة هذا في وسط الكلمة ما نقدرش نديرو هذا في وسط الكلمة خليهم هما زوجهم أحسن هذا بقى جيد هذا هو العين في وسط الكلمة أحسنت آدم شكرا ريان هذا هو العين في وسط الكلمة شكرا آدم شكرا شفت العين شوفها مليح باش تفاصيل من الجهتين مفهوم هذا كانك شكرا ريان إذا هذا هو العين في وسط الكلمة عندنا واحد فقط عندنا غير واحد فقط إذا عين في وسط الكلمة ننتبه الآن ننتبه من يعرف كلمات من يعرف كلمات تشمل وعين في وسطها يذكرها يذكرها نعم بحرف 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 نحن في حرف العين مع حرف العين مع حرف الحاء عنب عنب الكفروس عديت بها عنب عديت بها نعم الياس نعم ساعته الاحسان قد ترفع صوتك وش قلت ساعه 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 اليوم نديروها في يدنا ساعه نعم الياس عاودها ساعه 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 قل ساعه جيد ادم نعم رعدون احسان رعدون رعدون او رعود ايضا تكون في وسط الكلمه كلمه اخرى نعم يا ياسر خلاص قلتها الرعود اعطوني كلمه اخرى نعم 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 احسنت نعم يلا نفكر نفكر كلمه نعم وعدون احسنت شطور يا شطور ما شاء الله عليك وعدون وعدون كلمه اخرى أنا لا مش فكري وحيد وحيد أعلى نعم أعلى أعلى أحسن لا ما نبدأش بالعاء أعلى نبدأ بالأ أعلى يلا هناك حيوان رأينا الحيوان على التلفزيون على الشاشة في الفيديو الذي ذهب إلى ثعلب جيد ثعلب الثعلب أيضا كلمة أخرى أرنب أرنب فيه العق هناك حيوان آخر أو حيوان آخر الحيوان هذا الأنثى تعطينا الحليب البقرة فيها العق معزة أحسنت المعزة المعزة تن معزتن ننتبه نسرين أيضا كلمة أخرى من أنا؟ من أنا؟ أستاذة أستاذة معلمة 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 يلا على اللوحة نكتب معلمة يلا الأول معلمة 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 تن بسرعة الأول يكمل بسرعة ثانية معلمة اكتبي معلمة معلمة تن معلمة تن الأول أحسنت وعد سكمل لم تعد اطلع العاء اطلع
إذا ما تعرفوش كتبوا مليح العقد تصبر. كتبت معلمة ولا معلمة؟ كتبت مأمو معلمة. نعم تستقيم الضوضاء معلمة تصبر يا إلياس. لا شوف العقد باش نكتبوها. لا كيما هذا سجم العين فوسط الكلمة. جيد مكانك. ياسر كنت محلمة كنت الحاء أظن شوف موعى الماء ترتبط بالتم ماء أنت مفتوحة مربوطة متصلة. جيد الياس حسنت. الوحيد يكتب له الكلمة بطريقة بشكل صحيح. الآن أيمن صبورة شكل لنا كلمة معلمة. معلمة يلا أيمن معلمة. هذه العفو الكلمة ما هو حرف الأول؟ حرف الأول مو. يلا بحث على مو في بداية الكلمة. مو في بداية الكلمة يبدأ من جهتين في بداية الكلمة. خليه عدل خليه يفكر أحسن. هذا هو جيد أحسن. معلمة. إذا إحنا عندنا العين في وسط الكلمة. الآن مو ع جيد مو ع لي نسرين ننتبه المرة الثانية. أقول لك ننتبه انتبهي للصبورة أميرة. أيضا أحسنت. معلي جيد معلي يلا ما أحسنت جيد جدا جيد أيضا تن معلي ما تن معلمة تن التاء المربوطة في آخر الكلمة التي تتصل. أحسن أيمن ما شاء الله عليك. يلا ماذا تحتاج التاء؟ ماذا تحتاج؟ نقطتان. جيد الآن الحركة. الآن يلا مع الحركة مع الحركة نقول معلمة أم معلمة؟ نقول معلمة. جيد أحسنت. لا 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 مشي علي هذا مشي علي الكتاب الأول. يلا أيمن ضمة وري ضمة. جيد هذه هي ضمة. يلا أعطيني هذه أعطيني هذه. مو مو شكرا. ع مو إريس ننتبه. ع جيد لي مو ع يلا. وإذا قلنا هل نعمل مثل السلحفاة أم مثل الأرنب؟ مثل الأرنب. يلا مو ع لي لي ماذا نحتاج أيمن؟ هذاك سكون هذيك نقول معل معلي. ماذا تحتاج الآن؟ ماذا تحتاج؟ فتحة ضمة فتحة ضمة أم كسرة؟ يلا بسرعة معلا تطلع معلي لي 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 معلي ها؟ ما نحطوهاش هنا تقولي معلا معلي تكون مائلة شوية كصديمة تكون مائلة. جيد معلمة ثم تن. أحسن أيمن شطور شطور أيمن ما شاء الله. معلمة هذه القراءة. يلا معي يلا الصوت الأول مو. الصوت الأول مو. الصوت الثاني ع. الصوت الثالث لي. الصوت الرابع ما. الصوت الخامس إذا كم صوتا؟ معلمة. كم صوتا؟ شحال؟ خمسة. جيد أحسن خمسة. معلمة. على الألواح الآن نكتب كلمة كلمة أعلام. يكون عندنا علم واحد فقط. الآن عندنا أعلام. أعلام بزاف الأعلام. اللوحة الأول فيكم نجيبها أعلام. أعلام اللي يجيبها الأول هو الشرح. أعلام أحسن. نجيب الدين نجيب الدين نكتبها. يلا نجيب الدين نطلع سبورة بس ما توري لهم شافوش ما يشوفوش. نطلع سبورة. يلا يلا يا إلياس يلا إلياس. آ آ آ الأولى آ آ آ كتبتوا كامل آ؟ أع 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 لا من أع
طيب تطلع بس ما توري لهم شا اعلى حركه طويله في اللام كتبت اعلى من اعلى من كتبت اعلى من يلا شو شكون الثالث شكون المرتبه الثالثه اه ما بديش بالا قلنا الحرف الاول هو ا آه. الصوت الاول ا آه. ا آه. ا آه. اعلى من كنا حركة طويلة اللم تاعك راهي طالعة فوق قالت لك السحر اطلع الياس بس ما تورينهمش اعلى من وين العا اعلى حركة طويلة في اللم حركة طويلة في اللم اعلى يلا عادي مليح كمل اعلى حركة طويلة في اللم اعلى يلا ننتهي الوقت اطلبوا لوحتكم اطلبوا لوحة اطلب يلا هذه أعلام أعلام جيد يا معلم أحسن تجمع الدين بوريك يا إلس يلا نكتبوا الآن ومسح اللوحة ونكتبوا لي الصورة يلا ننتبه ننتبه واحد اثنان ثلاثة أول صوت آ إلياس قلنا ننتبه ياسر صبورة عينينا دايما حاسة البصر في الصبورة دايما حاسة البصر لو كان ما سالوش حاسة البصر راح نتأخروا في التعلم ما نتعلموش مليح نتعلموا غير بيبوط كيما السلحفاة لكن كل ما نديروا حاسة البصر نمحضوا الصبورة ونشاهدوا الصبورة نتعلموا بسرعة كالأرنب شتو الأرنب شحال يجري شتو السلحفاة شحال بطيء بطيء السلحفاة يكتب هكذا السلحفاة شوف باش يكتب العاب
على اللوحة. يلا شطر فيها تريد الألعاب. ألف عاب ألف عاب أ أ أ أ ألف عاب كمان الصر ألف عاب شوف كتبت العين هكذا كتبت العين هكذا يا آدم أيضا عيدي يا سلاس بورا ودوني نوش جيدي ليس العاب الهمزه وراء الا اطلع بدون نوش يلا يلا خدموا كيف السوء حكايته اطلع نفس التلاعب هذيكم للاولين يلا راي راي نكتب وش تستنى العاب العين ما نكتبوهاش بهذه الطريقة لا خاطرش راهي حد الطاس المعلم ما نقدروش نكتبوه بالطريقة هذه آدم صحح العين تاعك العين كتبتيها كيما هذه لا ما تتصلش بها اللام العا العا حركة طويلة ياسر ما درش حركة طويلة ويانس ما درش حركة طويلة العا ونشوف حركة طويلة درتي العين هكذا درتي العين هكذا احنا قلنا العين في وسط الكلمة تتصل من الجهتين نكتبوها هكذا كذا تتصل من الجهتين كتب أعلام عفوا عفوا ألعاب يا آدم العين كاتبها هكذا كيف كيف يا ياسر كاتب العين هكذا هاي لصقة معلم هاي كي تلصق معلم كي تلصق معلم نكتبوها هكذا نكتبوها هكذا يلا غرور انتهى الوقت يلا بك لا تنسوا يلا يانس 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 جيد الياس وش بيه الياس ها مكانكم شكرا يلا لازم متخلوش غير الياس ونشوف الدين المعادة ترى الصبورة وانتوما راكم تكتبوا صحيح لكن راكم تروح لكم في العين هنا العين هذه ما نكتبوش هكذا لماذا ننتبه الان يلا دق الجرس هدوء الان ياسر دق الجرس حطوا كلش عينينا فقط عينينا فقط السبورة عينينا في السبورة أميرة نبدا أميرة هيا نبدا أميرة أه مع أبو كامل نكتبوا أه بعد الأم ما هو الحرف؟ لا لا ال الآن تأتي العين هل أكتب العين بهذا الشكل أو بهذا الشكل؟ بشكل الشكل الثاني الشكل الثاني أحسنت العا هاي العا هاي العا بن هاي العا هاي العين باش نكتبوها ما نكتبوش بالشكل هذا ما نقدرش نكتب العا بن ال وبعد ندير العين هكذا العا في وسط الكلمة عندما تتصل من الجهتين تكتب بهذا الشكل أو الشكل تاعها هذه خطأ العين هذه خطأ ما نقدروش نكتبوا العين هكا ما نقدروش نكتبها فينا نكتب بهذه الطريقة نفوق نعم جيد أحسنتم نبدأ الآن إلى حرف العين في آخر الكلمة فوق في آخر الكلمة